لو أغلقت أبواب الملوك، لو أوصدت أبواب الأغنياء، يبقى الباب الوحيد الذي لا يوصد هو باب الله. أيا حبيب، لا يقلق في الحياة من كان له أب، لا يقلق في الحياة من كان له أب، فكيف يقلق من كان له رب؟ الله لا ينسى دمعتك في الليل، لا ينساها. الله لا ينسى شقاك في الحياة وأنت تبحث عن قوت عيالك، الله لا ينسى. الله لا ينسى سهرك في الليالي وأنت تفكر في سداد دينك، الله لا ينسى. الناس تنسى، قد تنام مهموم وجارك لا يعرف من أنت ولا يعرف بماذا تفكر، لكن الله يعرف، ولكن الله يعلم. ينام الظالمون، ينام الأغنياء، ينام السارقون في هناء وأنت تنام على ضيق وعلى ضجر، لكن من الذي يرى ومن الذي يعلم؟ إنه الله، والله سبحانه وتعالى سيجيبك، سيعطيك، سيدهشك بالعطاء. الله معك، الله معك، الله معك، فلا تحزن. شعارك لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا. عليك أن تعلم أن الله ما خلق الحزن إلا لأجل الفرح. ما غاية خلق الحزن؟ أن يأتي الفرح. وما غاية خلق المرض؟ أن يأتي الشفاء. وما غاية خلق الفقر؟ أن يأتي الغنى. لماذا جاء الفقر؟ إلا لأجل أن يأتي الغنى. وإلا لماذا جاء الظلام؟ إلا لأن يأتي الفجر. الذين أتعبهم الوقوف على أبواب الأغنياء، هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ يا من أتعبك الوقوف على أبواب الملوك، الله يناديك كل ليلة، هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ الله يقول لك، هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ إن كنت مؤمنا موحدا بالله، الله لا يضيق عليك الحياة كرها، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يربيك وأن يربيني وأن يروضنا في الحياة. الآن الوالد هل يضرب ابنه كرها أم حبه؟ يضربه حبه. والمدرس، الوالد، الوالدة، لا تضرب ابنها إلا حب. الله جل في علاه وله المثل الأعلى، لا يضيق علينا الحياة إلا حبا. حتى الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان يتركك في الحياة، يتركك، يراك تذهب إلى فلان، تطرق باب فلان، تبكي على باب فلان، تشكو إلى فلان، يتركك. اذهب، اذهب، اذهب إلى فلان واطرق باب فلان، وفي النهاية الله ينتظرك. تذهب إلى الدنيا كلها ثم تعود، ثم تعود إلى الله. كل الأبواب ستغلق حتى يعلمك الله سبحانه وتعالى أنه تركك وحدك ليكفلك وحده. الله تركك وحدك ليكفلك وحده سبحانه وتعالى.